الاتحاد الأوروبي كان في طريقه لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، لكن هذا لم يتم. وكان ذلك في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف أعمالها. أنا هنا في صلاحياتي كنا فعلا نتحدث عن فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين. And decided to go to the technical bodies. Still not yes. Still not no. ما زال الأمر في خوض النقاش. لم نحصل على موافقة ولا حتى رفض. هم يعملون في هذا الصدد. وبعض الوكالات والمؤسسات التي هي مسؤولة عن الأعمال غير القانونية التي تتم في الضفة الغربية سيتم محاسبتها ووقف مساعدتهم وأيضا فرض عقوبات عليهم. السؤال الأخير لو سمحتم. الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الوساطة من الولايات المتحدة ومن قطر، وهم المسؤولين عن أعمال الوساطة هذه. سيكون إن لم يتمكنوا من إحراز نتائج سيكون من الصعب تدخل أي طرف ثالث. نحن نشارك وكل التقدم يتم إعلان عنه ونأسف لعدم التوصل إلى حل حتى الآن، لكننا نستمر بالدفع من أجل الوصول إلى ذلك الحل. ماذا يسعنا أن نفعل أكثر من ذلك؟ نقوم بالتدخل من خلال صلاحياتنا من أجل الدفع إلى هذه الغاية. لدي مسؤولية بأن أرسل أشخاص إلى الأرض هناك، لكن أنا مسؤول عن سلامتهم وأمنهم. فالظروف السياسية والأمنية ليست سليمة، وكذلك نحن دائما بحاجة لموافقة من الجانب الإسرائيلي. في ظل عدم وقف إطلاق النار لن يتم من أي جهة كانت إرسال أي مندوبين أو أي ممثلين عن أي منظمة دولية ليكونوا على الأرض. الكل جاهز للحضور، لكننا بحاجة لأن نضمن أن الظروف الأمنية مواتية لوصولهم.